السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ معكم في سلسلة الفوكابلري في الانجلش لانجويج. يعني احنا هنبدأ بطريقة انه every day we will give you one verb and example on this verb. يعني نعطيكم فعل ومعنى هذا الفيرب الفعل ونعطيكم example على هذا الفيرب. فأنت لو تابعت معنا خلال فترة بيكون عندك مجموعة من الفيربس و example على كل verb على كل كلمة بحيث you understand what the meaning of this verb. الآن الفعل اليوم accept. accept accept يعني يقبل. accept يعني يقبل. طبعا example they offered him the job and he accepted it. they offered him the job يعني هم عرضوا عليه العمل وهم قدموا له العمل and he accepted it. طبعا احنا لو بدنا نتكلم طبعا بحاول انا بعض الاحيان اجيب الـ opposite حق هذا الفيرب. يعني accept هو يقبل عكسها refuse. refuse يرفض. يعني هون لو if we want to change accept to refuse. طبعا هنا الـ accept جاء في الباست في الماضي. فأنا اليوم بناقش two verbs actually عمليا accept و refuse. They offered him the job and he refused it. يعني ممكن أغيرها بدال ما يكون accepted it he refused it. فطبعا احنا طلعنا اليوم بمعلومة هي أخذنا اليوم two verbs اللي هو accept وال opposite حقها اللي هي refuse. accept يقبل و refuse يرفض. وطبعا احنا هيكون عندنا مجموعة من الفيديوز على الفيربس خلال فترة تكون عندك most of the verbs in English language. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوني لايك وتعملوا سبسكرايب لماي يوتيوب شانل وتابعوني على التيك توك. Thank you very much.